بسم الله الرحمن الرحيم. متتبعي ومتتبعات قناة صوت المظلوم، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي بغينا غير نوضحو، بغينا غير نوضحو لشي كوانب تدعوا بأنهم كيعرفوا القانون وكيعرفوا القضاء وكيشجلوا مكالمة إنسان كيقول له غير ألو كيشجل، وبالأخص كيحرفوا، وبزاف ديال المصائب كيديروا وكيفرقوا. دابا هذا هو المصيبه الاعظم، تيفرقوا على قنوات مضاده معك باش يبغيو يطيحوك، باش يلويو لك يديك اولا ينصبوا عليك، على حسب شكون هما، شنو هو الضمير ديالهم حتى لين واصل. دابا المشكل كاين شي وحدين تصيدوا هما عارفين هاد الناس وضربوا فيهم سابقا وكذبوا عليهم وخلوا ما داروا وهكا كتقوا فيهم وداروا لي يد معاهم باش يطيحوني انا، ولكن انا ما غنطيحش بقدرتي الله، بالعكس انا كنزيد نطلع نتوما اللي غطيحوا ان شاء الله، ولكن بيني وبينكم القضاء النزيه، بيني وبينكم القضاء. وتحيه كبيره للاستاذ حالم اللي جاب لك تمام المهرج، برد لي غدا يدي فيك، داكشي اللي كنت غنقولو انا قالو هو. تحيه كبيره للاستاذ العظيم ديالنا الاستاذ حالم اللي داكشي اللي كنت غنقولو قالو كامل توضيح، وغنسمعوه شنو قالو، وميم طون غادي نوريكم انا داك المهرج شنو باش وصفني وشنو قال عليا. هو قال لك ما تيعرفنيش، هادشي غا ما كيعرفنيش، اما كون كان كيعرفني عم الله شنو غادي يدير، واش يعري عليا كاع حوايجو ولا شنو غادي يدير، ولا يقطع سروالو ولا ما نعرف. سمعوا الاستاذ الفاضل ديالنا شنو غايقول على هاد المهرج. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مساء الخير، رمضان مبارك سعيد دائما. فيديو اخر، فيديو توضيحي فيما يخص دائما الجريمه الالكترونيه والاثر ديالها على المجتمع. دائما النموذج ديالنا المدعو تحفه، اخطر مجرم الكتروني كاين لحد الساعه. هذا المجرم الالكتروني محمد تحفه خديته انا كدراسه ميدانيه، لدراسه الجريمه الالكترونيه، وبالفعل استفدت كثير بزاف، لان الدراسه الميدانيه ماشي هي الدراسه النظريه. حقيقه كاين مجموعه الكتب، مجموعه ديال يعني حتى على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي كتدخل كتلقى فيديوهات كتكلم على الجريمه الالكترونيه والانواع ديالها، ولاني باش تعيش التجربه في الميدان كتعطيك واحد الخبره، ولدرجه انك يعني اذا كان عندك احساس انساني بسيط جدا ستصاب بالهلع وبالصدمه من ما يمكن ان يقوم به المجرم الالكتروني. بالنسبه للجريمه الالكترونيه، المواطن المغربي عموما كيلخصها في الجريمه ديال التشهير، ودائما الفصل 47 فقره 1 فقره 2 فقره 3 هو اللي كيكون موضوع ديال النقاش. ناقشنا هذه المسائل هذه وحاولنا نوضحوا للمواطنين المغاربه من جهه باش يعرفوا بالخطوره ديال التشهير، من جهه باش يعرفوا كيفاش يحميوا راسهم من التشهير، كيفاش يلجؤوا للقضاء، كيفاش يواجهوا المشهرين، شنو هي وسائل الاثبات، كيفاش يمكن تثبتوا الامور، كيفاش يسهلوا على الضابطه القضائيه العمل ديالها، كيفاش يوضحوا المعاناه ديالهم امام النيابات العامه وامام القضاء باش يحاولوا ما امكن يشاركوا في القضاء على الجريمه هذه. وهو واجب وطني، لانه اذا لم نعي بالضبط خطوره الجريمه الالكترونيه سنكون خارج التاريخ. في الاول ديال الفيديوهات كنت كنتكلم على الجريمه الالكترونيه، كنشرح لكم مثلا فصل 147 فقره 1 وفقره 2 وفقره 3، على اعتبار ان كل فقره كتكلم على واحد النوع معين وكتحدد واحد الشروط معينه، وشرحنا بعض النقائص اللي كاينه في هذه النصوص القانونيه. ولكن الجديد في الامر واللي كنحاول انا نتداوله في هذه الفيديوهات، الشبكات الاجراميه الالكترونيه، ركزوا معايا، الشبكات الاجراميه الالكترونيه يعني العصابات. علاش انا كنقول شبكات؟ لان الى حد الساعه ما الجرائم اللي كتوقع في وسائل التواصل الاجتماعي مسمات جنح، يعني عند الوصف القانوني ديالها جنحه، وما يمكنش تكون عصابه اجراميه في الجنح. يعني الى حد الساعه انا كنتكلم
لغه قانونيه سليمه، باش ما نقولش عصابه اجراميه الكترونيه، لان الامر ماشي جنايات كيبقى جناح، ولاني كنتكلم على الشبكه الاجراميه الالكترونيه اللي كتقوم الدور وعندها نفس الشروط ديال العصابه، وكنحاول ما امكن من خلال هذه الفيديوهات حتى الفاعلين في المجال، المشرعين البرلمانيين والناس الدارسين يركزوا على هذه المساله ديال انه المشرع يوضع واحد الباب ديال انه يدخلهم في خانه في حاله اذا كان التعاون المشترك بين المجرمين الالكترونيين يترقى هذا الموضوع هذا الى مستوى الجنايه. وهذه الجنايه هذه عندها عده منافع، يعني مساله بالنسبه لتسليم المجرمين ما يمكنش تسليم الجناح كيكون تسليم الجنايات. نحاول ما امكن اننا نوعيو المواطن ونوعيو حتى المسؤولين بالخطوره ديال الشبكه الاجراميه الالكترونيه. والى حدود الساعه النموذج عندنا تحفه. تحفه اللي هو واحد مغربي مقيم بالولايات المتحده الامريكيه اختار لنفسه ان يطعن في بلدي، دار واحد القناه، عنده واحد الاسلوب بهلواني ديال الحلقه، يعني كيعرف كيفاش يجر المشاهد وكيختار بين المشاهدين ديالو واحد فئه معينه. والخطوره في الامر هو انه الخطاب ديالو يعني خطاب عاطفي كيتوجه بواحد الخبث ماشي ذكي، لانه يعني ما يمكنش المجرم يكون ذكي، انا كنعتبره خبيث فقط، يعني بواحد الخبث كيمشي لواحد المراكز ديال الضعف في شخصيه الانسان، مثلا كيمشي عند واحد الفئه مقهوره، كيمشي عند واحد الفئه تامل خيرا للوطن، كيمشي عند واحد الفئه ما فاهماش وكيحاول يتكلم معاه بواحد اللغه، وكيولي كما لو انه هو الناصح هو الذي يملك الحقيقه، ثم ينتقل الى مستوى ديال اظهار القوه، اظهار القوه عن طريق الهجوم على المقدسات اللي ما يمكنش المواطن المغربي يجمع عليها، مثلا ما يمكنش مواطن مغربي يخرج يسب الذات الالهيه وهو يقدر يسب، ما يمكنش انسان مواطن مغربي يقدر مسلم يقدر يخرج فرونتي ويقلل الادب والاحترام ديالو على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما نقولوش السب ولكن تقليل الادب، يعني ملي كتكلم على الرسول صلى الله عليه وسلم بواحد الطريقه كما لو انك تتكلم على شي صديق ديالك كيقولها صاحبي، كيهضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم كيقولها صاحبي، يعني السيد كيحاول يبين للناس بانني سوبرمان، كاين باتمان كاين سوبرمان تعداه من اللي هو من دوك الرجال الخارقون، يعني قادر هو انه يقلل الادب على الدين، يقلل الادب على شخص الملك، وفعلا قام بتقليل الادب على شخص الملك وهذا بشيء موثق، كذلك مشى قلل الادب على السلطه القضائيه كامله، يعني بواحد الطريقه اللي حتى القضاة كيتفاجئوا، القضاة المولفين يعرفوا ان شخص ينتقد يصرخ يسب على اساس انه ظلم شي حاجه بحال هكا من الاعمال اللي ممكن تقبل، ولكن شخص اللي ما عندوش حتى قضيه، يعني شخص اللي يسترزق من خلال سب القضاة، هذه الظاهره هذه جديده حتى على القضاة، جديده على المجتمع عموما. دائما القاضي كيقول لك بانه الا جاتني الاساءه كتجيني من طرف واحد الناس اللي ربما الحكم ما عجبهمش، ربما تضرروا من حكم ما، ربما ولاني باش يولي شخص كيقتاتل، يعني كيدخل كان ديك الساعه كيدخل 20,000 اورو 20 مليون مغربيه كان كيدخلها من خلال السب في القضاة، والسب يعني تقليل ما نقولش انا سب، تقليل من احترام الواجب جلاله الملك علما انه سب، ورأس الأجهزة الأمنية الكبرى في البلاد، الحكومة، نساء الحكومة، يعني زوجات أمهات الوزراء، ويلي هو ما خلى حتى شي حد. كان تكلف واحد الوقت بالسيد الوزير العالي، وركز التركيز ديالو على السيد الوزير العالي، وحاول ما أمكن يهاجمه، وهاجمه بواحد الطريقة خبيثة وخبيثة جدا، لدرجة أنه نشر واحد الأوديو كينسبوا الوزير العالي، يعني هذه جريمة ديال نشر واحد التسجيل اللي هو خاص. سواء كان صحيحا او غير صحيح فهو جريمه ما عندكش حق، هذا هاجم السيد وزير العدل في شخصه على امتداد واحد المده طويله، دار به حلقات على اعتبار انه كان كيحاول انه يبين بان الخطا ديال الحزب ديال الاصاله والمعاصره كامل باغي يحملوا للسيد وزير العدل. اخ نوش كذلك، يعني هو ماشي كان متخصص غير في السيد وزير العدل، كان يختار من الناس الارفع، يعني بحال ارفع شانا، يعني كنتكلموا على السيد وزير العدل وكنتكلموا على اخ نوش، يعني هما الاسماء المعروفه تقريبا في الحكومه المغربيه، يعني هو دائما كيمشي لذوك الناس اللي معروفين والاسماء ديالهم معروفه ويقتاتوا من الطعن في شرفهم.
خطير في الامر هو انه بوحده ما يقدرش يدير هذه المساله، هو عنده شبكه، وهذيك الشبكه انا عندي يعني التحليل والشيما، يعني خصني مده طويله نقدر نديرها في حلقات ونشرح لكم كيفاش كتتم العمليه ديال الاستقطاب، العمليه ديال النصب والاحتيال، العمليه ديال محاولات حتى الناس اللي كتدخل دير تعليقات كتقول لهم ودي الله يلعن الشيطان رمضان هذا متخسر الهضره، كيتم حد الاسم ديالو في البلاصه، اي راي مخالف كيتمحى، خصو التركيز على ما يقوله ذلك الانسان، ذلك الجبان اللي كيكون كيهاجم رجال الدوله، واي انسان يقدر يهاجمه ولا ينتقده خصو كيتسوبريما، يعني كيتمحى، كيتمح والتعليق ديالو كيتم البلوك، يعني الحجب ديال داك المواطن نهائيا من ديك القناه باش ما يجيش يفهم علينا، باش حنا ندكو السموم ديالنا في ديك الكتله ديال الناس اللي مركزه علينا وكيستعن فيه بصفحات على مستوى الانستغرام، ديك الصفحات كتروج ما قبل وما بعد لما ينطق به ذلك السفيه، كيحاولوا يهاجموا كل معارض من المعارضين ديالو، كذلك كيحاولوا يرجعوا الصدى ديال التشهير ديالو ديال الهجوم ديالو، مثلا ملي كيخرج هو محمد تحفه وكيسب اخنوش، يعني مباشره من مورا هذوك الصفحات كتمشي كذلك تتكلم في الموضوع وتحاول تسب اخنوش او سيد وهبي او اي واحد او القضاء او كذا، يعني عنده ديرع من الانستغرام اللي هو في واحد المجموعه الاسماء وانا كنعرفهم تقريبا كاملين، عنده واحد ديرع بالنسبه للناس اللي كيدخلوا يخدموا على مستوى لي موديراتور اي موديراتريس اللي كيحاولوا يخنقوا الراي المخالف ويحاولوا يحجبوا اي انسان يدير شي تعليق في شي كلمه طيبه، باش كيحاولوا يركزوا على ديك العقول اللي هي متبعه داك المباشر بالتعليقات اللي فيه تبقى تبان هذيك الحقيقه المطلقه. وهاد المجرمين هادو كيختصوا في السب والقذف عن طريق التعليقات والتجيش ديال الناس حول الضحيه، لان ما كيكونش غير هو تحفه اللي كيسب، ولكن راه كتكون الاف ديال التعليقات تتماهى مع ما يقوم به ذلك الزنديق، وكيجعلوا من واحد الشخص، يعني الا بغينا نجعلوا واحد الشخص سيء راه نجعلوه سيء، مثلا الهجوم على واحد برلماني، الهجوم على نفس الطريقه اللي كيخدم بها تحدي، التحدي عنده طريقه اخرى، هو عنده طريقه واقعه، تحدي عنده واحد الطريقه ديال الاباطيل، يعني تحدي مستعد انك تصيفط اي حاجه ينشرها عنده في الصفحه ديالو، ما عندوش مشكل اللي ما عندوش هو غير اصلا على البلاد. يعني انا لاحظت الاسلوب ديال تحدي، يعني دائما كتلقاو شي بوست، هذاك البوست كيكون مكتوب دائما بلغه مختلفه، يعني ماشي شخص واحد، يعني كما كيجي المقال كيحطو، يعني تحدي كيقول غير جيب لي شي حاجه ديال الفساد والسب والتهم والاباطيل صغري طلع القناه مشرعه، يعني ما كيتحققش، ما كيهموهش الكرامه ديال الناس ولا السمعه ديال الناس، كنشوفوا امور ديال ديك التحدي اللي كنشوفها كنبقاو حنا الصغابون كونتا، يعني ملي كنبقاو نسمعوا شي اشياء كيقولها وحنا قريبين منها وكنعرفوا المسائل، كنعرفوا بان هاد الناس الهدف ديالهم هو انهم يوصفوا الصوره ديال القضاء، والقضاء ما كيتم لهمش، القضاء راه غادي يقوم بالتدابير اللازمه للحد من هاد الظاهره هادي، لان ولات ظاهره ما بقاتش افعال فرديه. بالنسبه للتحفه هو اخطر من تحدي واخطر من جميع المسيئين للوطن منذ التاريخ. علاش؟ لان تحفه يتعمد الاساءه وبواحد الاسلوب وقح، والخطير في الامر هو انه يتحدى الاخر، سميتو تحدي، هو يتحدى على هادي غنقطع وتحداني حتى انا، قال لك غيدخل فراس العام بسميتي نزال علوي سيري، قال لك ديري بيا الشكايه لا تقصريش، انا غندخل فراس العام، ودخل في الحيط، ما دخلش فراس العام، دخل في حيط فلق راسو وما دخلش عندنا فراس العام، وانا بقيت كنساين سميه تحدي، هذا يتحدى، يعني كيسب المسؤولين وكيقول لك انا جاي للمغرب نفس اللي دار لي غندخل المغرب، ما غندخلش في التفاصيل هذه لان راه صافي الكل ولا كيعرف شنو كاين، الكل ولا كيعرف سليم، الكل ولا كيعرف شنو الامر، وسليم كنا تكلمنا عليه حنا الاولين، ولكن دابا سليم ولا مثبت من خلال الهاتف ديال تحفه، راه تحفه طلعت سليم مكتوبه، وكتحدى تحفه يجيب التليفون ديالو للفرقه الوطنيه، ولا سليم يجيب التليفون ديالو للفرقه الوطنيه باش نكونوا واضحين، الامور دابا واضحه. داكشي علاش من يولي جمعيه
اللي هي الوداديه الحساسيه للقضاه، يعني من ارقى واقوى الجمعيات، لا من حيث التكوين، لا من حيث الصفه، لا من حيث كل شيء. ملي تولي جمعيه من هذا النوع هذا اللي مطلوب ومن الطبيعي ان المغاربه يلتجئون للقضاء من اجل انصافهم، ملي تولي هذه الوداديه الحساسيه للقضاه كدير واحد الاعلان تحذر فيه من هذه الهجمه الممنهجه، ماشي هجمه طبيعيه عادي يدير واحد السيد ساب ولا كذا ولا استهداف القضاه في اعراضهم وشرفهم وحاولت التاثير عليهم استقلالهم من خلال الاباطيل والطعن في الشرف. الاباطيل هو تحدي والطعن في الشرف هو تحفه. اذا شنو عندنا هنا؟ عندنا التدليس اللي كيقوموا به باش يسلموا العقول. التدليس اللي كيقوموا به باش يسلموا العقول، هنا خصني نركز في اطار قانوني نشرح لكم. الفصل 447 فقره جوج كيتحدد انه باش نشرح لكم مبسط، ممنوع على شي شخص انه يبث او ينشر ادعاءات كاذبه او وقائع. سمعوا رمك الخينه اللي كتنشروا مكالمات شخصيه، سمعوا اللي ما كايناش، يعني يكذب على واحد الشخص بغرض المساس بالحياه الخاصه ديال داك الشخص والتجاربه. هنا هذا الفصل هذا خصو يتبدل، لانه ملي كنقولوا الحاجه اللي ممنوعه هي الادعاءات الكاذبه والوقائع غير الصحيحه، كنقولوا بصوره اخرى يعني اذا كانت الادعاءات صحيحه والوقائع صحيحه ممكن انك تنشر. والخطير في الامر هو ان القانون الجنائي في حرفيه نص، ما فيش تفسير، كيما جا النص حرفيا وكيكون مكتوب بواحد اللغه، يعني كل كلمه موضوعه في مكانها. يعني ملي كنجيو للنص شنو كيقول لك؟ كيقول لك الشيء الممنوع هو بث ونشر ادعاءات كاذبه وقائع غير صحيحه. وملي كندخلوا للغه العربيه مزيان ونشوفوا هذه المرادفات الكاذب وغير الصحيح، الادعاءات هي ادعاءات اكاذيب اوصاف نعود ولين الوقائع حينما تدعي وقوع ان واحد الواقعه وقعت وانت تكذب، هذيك الواقعه غير صحيحه وانت كتقول بانه تؤكد انها صحيحه. اذا هنا شنو كيوقع لنا؟ كيوقع لنا ان النص القانوني خصو يتبدل وجوبا، وجوبا خصو يتبدل، ومن ادعى ادعاءات او وقائع تكون صحيحه او كاذبه، اي حاجه كتعلق بالحياه الخاصه لاي شخص اخر ما يمكن لك تحدد فيها الا باذن المال، تكون صحيحه تكون كاذبه. نعطيكم مثال، واحد الشخص في الشباب ديالو في الرعونه ديالو سرق، تحكم بسنه سجن النافذه في 2010، دوزها خرج في 2011، رد اليه اعتباره بقوه القانون. هذا السيد هذا تاب واصلح واصبح من خيرة الناس، تزوج ودار اطفال ولات عنده تجاره. واش ممكن ندير انا قناه في اليوتيوب ونجي نبقى نقول لكم هذاك الشخص راه شفار، راه في 2010 راه سرق، مالي كنكذب عليه؟ وهاي الحكم إلا ما سيقتلونيش، هاي الحكم ناخذ نسخة الحكم ديال داك السيد ونتبعو حياته كاملة. إلا سمعتو حياته كاملة، النص فصل 447 فقرة جوج كيقول لك الادعاءات خاصها تكون كاذبة والوقائع غير صحيحة، يعني يقول أنا كنكذب، أنا ما كنقول صح، فعلا هذاك السيد سرق. إذا من حقي ندير قناة ونتخصص في ذاك السيد ونبقى يوميا كنقول لهم هذاك راه شفار، راه سرق، راه سرق، ونتبعو حتى في الزنقة، حيت راه بأي وسيلة من الوسائل بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، أما راه ممكن غير في الشارع.
نخرج في الشارع ونبقى تابعو، هو غادي مع وليداتو كيتغدى في مرجان مثلا، وانا داخل في وسط مرجان كيقول ما دارش الفار حدا معاه، ها الحكم. ما يمكنش، ما يمكنش. هنا كنعطيو فرصه للمجرمين الالكترونيين باش يبقاو يدلسوا. كيقول لك اودي شوف حنا كنقولوا غير الحقيقه، حنا كنكذبوا عليه. راهم كيستغلوا الفصل 447 في فقره جوج. يجب ان يعد على الفور وبشكل استعجالي. الحياه الخاصه ديال شخص اخر لا حق لاي شخص ان يتحدث عنها الا باذن منه. بحال الاوديوات لا يمكن نشرها الا باذن منه، والصور الا باذن منه، والوقائع تكون صحيحه او غير صحيحه الا باذن منه. كل واحد يدخل سوق راسه، تحدث على راسك، طلع دير فيديو عاود لينا على حياتك والكآبة ديالك وتاريخك السيء وحنا نتسنتو ليك، ولكن ما تمتدش للآخرين حياتهم الخاصة. برافو عليك، على برافو عليك. غنشوفوا حنا واحد السيدة في مقتبل عمر ارتكبت جريمة ديال الفساد أو الخيانة الزوجية، مشاركة في الخيانة الزوجية. كانت مسكينة باقا ما مزوجاش، تلاقات واحد السيد ظنت منها أنه تا هو ما مزوجش وعاد هذا الزواج، ضبطوا في حالة التلبس، تفاجأت بأن السيد هذا متزوج وهي ما فراساش مسكينة، وكانت كتنوي تدير معاه شي وليدات وكان موعدها بزواج، كتب عليها اللي كتب، دوزات مسكينة ديك 6 شهور ولا 4 شهور ولا شهرين ولا اللي حكمت به المحكمة على راسها وعينها، خرجت تابت وأصلحت، تحجبت، تزوجت، أنجبت أبناء. وداس على داكشي 15 عام. رابعة العدوية، شوفوا الانتقال، تولات مضرب مثلا. هاد السيدة اللي غلطت غلط بسيط، راه منطوق الفصل 447 فقرة جوج، راه ممكن أنني نمشي نجيب نسخة الحكم ديالها، ديال هادي 15 عام، ونطلقها في الزنقة مع عائلتها ومع ولادها، ونقول لهم هادي راه زانية. هذه راه دارت الخيانه الزوجيه. اش كتقول الشريف على الحكم؟ مالك كتكذب عليها؟ سيروا الفصل 447 فقره جوج. راه كيقول لك الا كنت كنكذب. هنا عندنا خطوره. الاستعجال هو على النص التشريعي هذا 447 فقره واحد، شوفوا غير الشكل ديالو 447 فقره واحد فقره جوج فقره ثلاثه، يعني جاب السحام. راه كاين فقره، راه كاين الفصل 447 عاد كاين 47 فقره واحد، بحال 47 مكرر مره واحده، 47 مكرر جوج مرات، 47 مكرر، يعني الفصل الجو دخلناه مع الفصول. فصول جينا في السحاب ركبناه على 447 ودرنا فيه فقره واحد وفقره جوج وفقره ثلاثه، بحال لو عندنا اربعه ديال الفصول سميتهم فصل 447. اذا هذا السحاب هذا وهذه الصوعه هذه في التشريع ضروري ما كتكون مرحليه، هي ماشي عيب في المشرع ولا عيب في الناس اللي وضعوا النص، لا، كتكون مرحليه وكتدوز واحد الخمس سنين، غالبا خمس سنين ديال الدراسه ديال الوضع ديال النتائج والاثار ديال التطبيق والدراسات اللي كيديروا الناس الفقهاء باش يعرفوا الخطوره وشنو هو كيفاش خصو يكون التعديل النهائي، كيفاش خصو يكون الفصل اللي خصو يحمي المغاربه. انا كنقول بان الفصل 447 فقره جوج خصو مساله ديال الوقائع الكاذبه، وملي كنقولوا فقره جوج راه فقره ثلاثه كتنعكس على الفقره جوج، يعني فصل 447 تكلموا عليه. هذه المساله ديال الوقائع غير صحيحه ادعاءات كاذبه خصها تحيد، وقائع وادعاءات تكون صحيحه تكون كاذبه ماشي شغلك. الحياه الخاصه دخل سوق راسك، سير قبل شغالاتك قبل العمل ديالك، بغيتي تكلم دير قناه وتكلم على نفسك وعاود لينا السوء ديالك، ماشي مشكل هذيك سوءاتك، لان ملي كتجي تشوف كتلقى بان الناس ديال الروتين اليومي اقل ضررا من هاد المشهرين، لان الروتين اليومي يشهر بنفسه ويدعو المشاهدين للتفرج عليه، وان المشهر يشهر بالاخرين ويدعي الوقار ويدعي اصلاح الوطن. هنا في كاين الخطوره، وغادي نتكلم لكم على الموضوع ديال التحفه المهرج. التحفه صافي انتهى مبدئيا، التحفه انتهى، يعني التحفه دابا بقات غير ديك الاثار الاخيره، يعني التحفه انتهى
لانه سلط عليه الله من لا حمود ومن يكشفوه ومن يظهره هذاك الذنوب الذنوب لماذا؟ الذنوب تيخرجوا لان توفى كان كيوجد واحد المشروع كبير جدا، مشروع ديال شبكه اجراميه الكترونيه ما عندوش شي حاجه اخرى وباتصال بمجموعه ديال الاشخاص وفعلا كانوا مجموعه الناس مراهنين عليه وكيقولوا ودي بانه يقدر ينفع كفوق واقع يعني كفم قادر مهنه دون فم قادر يعني فم والله ما كذبتي فمو خانز بحالو سمعوا سمعوا شنو قال عليا سمعوا شات الناس هادي دير وجهها فحال وجهها فحال شكاربه تسمع انتي دابا انتي هاد الناس هادي انتي غادي تورينا الوطنيه تسمع انتي عندك قاهره ديال الخلا شكرا لك فاشخو في المجتمع سمعتو وهي خدامه كتفرشخ في سمعتو الوقاحة وقلة الأدب سمعتو أنا عاهرة نزيدو نكملو مع الأخ الفاضل أستاذ الفاضل ميمكنش ما ينفعش ضروري ينفع في شي حاجة نهاجمو به الأعداء مثلا نقابلو به الجن يعني شي حاجة يقدر ينفع دابا صدق ما نافعش علاش لأن تهرس لأن تفضح لأن أنتم كتشوفوا القناة ديالو دابا راه في الحديد المداخل ديالو في الحضيض اصدقاء ديالو انصرفوا مازال ربي يعطيه الجمهور ديالو صافي يعاقبه السطحنا حنا نكشفوه وخصوصا البلاغ ديال الوداد ديال حسن ديال القضاة هذاك البلاغ كان كيقصدك اخي جعفر والله راه كان كيقصدك حيت ما يمكنش ما يقصدكش كانوا كيتكلموا على الاساءة للقضاة باللفظ والمسيء البديع وكاين شي واحد من غيرك انت كاينين وحدين يسيئون القضاة بديك الإساءات المعروفة لك ربي ملي كيبغي يعذب النملة كيدير لها الجنحين والمهرج دار له ربي ماشي غير الجنحين دار له الصاروخ والطيارة باش يطير في خطرة والله لا تفك معاك شي حد والله لا تفك معاك شي حد داك الفم اللي ما مربيش عندك غيتربى بالقضاء بالقانون كملوا مع الأستاذ الفاضل الكلاسيكية قضاء فاسد لا انت تجوز انت مستوى خطير انت كتعرف الفيلا وكتعرف وكتهدد وقولوا لي وعندي ونحط داك الشيء ترى هددتي القضاة انت دوخنا ولا هددتي القضاة مراكش وسبيتي القضاة وبديك الطريقة وتهمتيهم بتهم خطيرة وخطيرة جدا تنالوا منا نحن المغاربة قبل أن تنال من قضائنا عارف دور القضاء في الاستقرار عارف ما فيش ناس في الدار ديالك كاين قضاء والإصلاح ما كيكونش بديك الطريقة ديال السب والقذف تعرف الأعراض هادشي اللي كتعرف هذا هو الأسلوب داكشي علاش تربى ماشي الأسلوب داكشي باش تربى ملي كتولي الوداد ديال حسن ديال القضاة كدير داك البلاغ ديك اللهجة وقراو قراوه وتمعنوا في الكلمات اللي فيه ماشي على ود شكون المعني بالامر توفى ولا لا قراوه باش شوفوا القوه بعدا ديال اللغه العربيه واستعمال الكلام في موضعه وكيفاش لخصوا الموضوع حنا عينا ما نهضروا وما جاوا لخصوه في جوج صفحات يعني الناس راه كتعرف شنو كدير يعني بالنسبة لتعفى الآن مع هذا البلاغ هذا مع الشوهة ديالو مع الفضيحة ديالو مع قول كتوب فهمت؟ قول كذوب يعني الدنيا باطمة بدي يكذب علينا شي كذوب اللي ما مرة يعني وخا يكون الجمهور ديالو حماق صافي الجمهور ديالو قالوا هذا صافي بدا كيخربع قول كذوب بزاف على المهداوي قول كذوب عليا أنا قول كذوب على الجميع الناس عرفوا بأنه صافي مدلس واحد الوقت كان كيدلس بواحد الطريقة اللي تقدر تدوس حتى المثقفين دابا لا اغبى واحد في العالم كيبقى يقول واه اللي واه زاد فيه واه بزاف واه اللي واه عيطت اطلق اصاحبي من المداوي انت كتهضر كتقول المداوي واش فيه وبين مرض المداوي لا انتقادات كثيره ولات كتجي التحفه وانتقادات كثيره دابا مثلا الدنيا باطمه كتقضي العقوبه ديالها راه قانون هذا قضاء العقوبه ليس عيبا كتقضي العقوبه ديالها ضربوها كاشه داروا لها
وإدارة السجون وكذا، واتهام ديال إدارة السجون، مخدرات راه ضربوها البارح، راه ما صامتش البارح، فهمتي؟ طيحتي النيفو، والناس كيشوفوا داك الشيء وكيعتبروا بأن الإساءة، الإساءة المغاربة ما خصكمش تكونوا حكام. المغاربة راه كاين، بغيتوا تضحكوا راه كاين فاش يتضحك، كاين ما يتضحك، كاين الكوميديا الرائعة، كاين ما يدار. أعراض الناس ليست مجالا للضحك، راه اللي كيضحك على أعراض الناس يستباح ويرضوه. ونهار تستباح العرض ديالكم عاد غتعرفوا بالمرارة ديال من يستباح ويرضوه. اتقوا الله في أنفسكم، يا من تقتاتون من أعراض الناس عندكم وليدات، عندنا نموذج شوفة. دابا مثلا انا هذا نداء كنوجهو لكاع الناس اللي عندهم قنوات وكذا وكذا وكذا، وربما يكونوا غاديين في الطريق ديال التحفه. هو النموذج قدامكم ديال الفشل، نموذج الفشل، الشخص كيفاش كان وكيفاش كان كيظهر وكيفاش كان يبدو، وانا والزيطريط وكذا والطياير، وانا غادي هنا وانا غادي هنا، والقناه كبيره تبارك الله، والمداخيل والسوبر شات وكذا. السيد الان يعيش الفقر والمعاناه النفسيه والصحيه، والقناة ديالو في الهاوية، والسمعة ديالو في الحضيض، ودخوله للمغرب مرة أخرى أصبح صعبا صعبا صعبا. شوف أنا ما بقيش نقول لك إلا كنتي هذا دخل المغرب، أنا واحد الوقت طبقت معاك عبر من المسطرة تكون عند الركاب. المهم دابا أنا متأكد بأن داكشي ولا صعيب، صعيب بزاف. أولا ما كرهتش، بغيتك تجي تغامر، بغيتك تجي تغامر، دخل باش تأكد ليا وتأكد راسك وتأكد الجمهور بأنه أنت سوبرمان. ما بغيتك تجي في العواشر، العواشر العواشر زوين، ورا دار معايا في راس لعب وما جاش. وتأكد لينا بأن هذا الشيء اللي كتسمعوا كامل، وهذه المجهودات اللي كتسمعوا كامل، وهذه البلاغات اللي كتسمعوا كاملة، وهذه النداءات اللي كتسمعوا كاملة، وهذا الشيء كامل ما يمكنلوش يكون أقوى من سوبرمان تحفة. وهذا اللي كنتمناو إن شاء الله تجي تثبتوا لينا وتجي تعطينا دروس في القانون ديالنا، في الاستقرار ديال بلادنا، وفي حبنا لملكنا، وفي حبنا للمؤسسات اللي هي صاهرة. احنا كنحبوا القضاء هكاك، القضاء يسهر أكيد، الله يحفظهم ويطول لهم العمر، القضاء ديالنا النازل. الناس علاش خصها تحب الأمن؟ تحية كبيرة للمؤسسات القضائية. والقضاء كذلك الأمن القضائي، سيدنا يسهروا علينا جميعا. أكيد، الله يطول لي العمر الله يحفظه، سيدنا رمضان كريم والاستقرار ديال الأسرة الملكية. وشتي أنت بقيتي كتسفنا وكتعطينا على أعراضنا، توابك الله ما خليتي حتى واحد، وسأتي لكل شيء، حتى القرآن الكريم سأتي ليه، نبيه الكريم سأتي ليه. الله سبحانه وتعالى راه كيشوف فيك لا تراعي شيئا، خصوصا الطعن في أعراض النساء. أما احنا الرجال لن نتعثر، لن نتعثر، ولأن النساء يعني لقاؤك بالله سيكون لقاء عسيرا، عسيرا جدا أكيد. في النساء خصوصا. أما بالنسبة لنا احنا الرجال، من المفروض ديالنا خصنا ناخذوا حقنا بالقانون ولا بيدينا، يعني ما عندناش مشكل، ولأن النساء صعيب عليهم ياخذوا حقهم بيديهم، لا ناخذوه بالقانون. النساء ما كيبغيوش يمشيو يلجؤوا للقانون لانهم كيخافوا مساكن دائما ديك الفضيحه، انت كتسبها وهي ما قادراش تشكي باش ما تصبحش راسها، ما دايره والو وما قادراش تشكي، وهنا كتولي القوه ديالك ايوا الشرير، ومن هنا كتولي كدار انت قوي بالاعتداء على النساء وعلى الشرفاء اللي ما عندهمش الوقت يردوا عليك. انا اخترت انني نرد عليك، الله يطول لك العمر، الله يحفظك، اخترت انني نبقى معك الى الاخير، ونتمتع بالانهيار ديالك، ونحضر الانهيار ديالك باش تكون درس وعظه. اكيد، ربي علينا السي حليم الاستاذ ديالنا، ربي لنا هذا المهرج. جريمه خطيره وخطيره جدا، خصوصا ملي كيبقاو يستعملوا فيها التدليس والاباطيل، ملي كيوصل لمستوى ديال التشهير ان القضاء في المغرب يحس بالخطوره لانه وصل للقضاء. لان المفروض شنو؟ المواطن اللي كيتشهر به يلجأوا للقضاء. دابا راه شفنا القضاء خرج يحذر من الظاهره. يعني هاد الناس وصلوا للقضاء، يعني هاد الناس وصلوا لنا الاسس وعماد البلاد.
يعني هاد الناس يجب القضاء عليهم بالقانون، ونبينوا لهم بان هذه دوله ان شاء الله القانون، كل واحد ياخذ الجزاء ديالو الذي يستحقه. كنتمنى لكم امسيه طيبه ورمضان مبارك سعيد. الله يطول لك العمر، الله يحفظك. لاحظوا لاحظوا كيفاش العقاب ديال الله سبحانه وتعالى اكثر من اي عقاب، وغادي تشوف تحفه كيفاش غادي يكون المآل ديالو وقريبا جدا. يمسخوا الله ان شاء الله، اكيد غيمسخوا الله. هذه العواشر كداعي لعباد الله، كتسب عباد الله، كتهم عباد الله، كتوصف الناس حتى الصفات ديال الخلق ديال الله. الله وبركاته. حتى الخلقة اللي كيخلقها الله عيبتيها انت، قلتي وجهي انا وجه داير بحال الكرشة وعشرين درهم كمشى. شوف وصلتي حتى الخلق ديال الله. الله كل واحد كيخلقه، شيخ بغى يخلقه زوين، شيخ بغى يخلقه خايب، كل واحد واخد حقه. انت وصفتيني انا بوجهي وجه الكرشة المكمشة. وين انتظر عقاب الله اولا، وعاد عقاب الدنيا ثانيا، ما غنتفكوش معاك. كما قال الاستاذ حليم، نحن لك بالمرصاد بالقضاء، ماشي بالسبان ولا نديرو بحالك ولا نطيحو من قيمتنا ولا من الكرامة ديالنا. لا 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 لا، كاين القانون في البلاد، ماشي كاينه السيبه، وبالاخص ديك الوزغه اللي صيفطات لك المكالمات الشخصيه وحرفاتهم عاد صيفطاتهم فرقات، هي دارت لهم انتشروا، حتى هي غنوصلوا نتابعوها قضائيا، وغنتابعوا حتى اللي شد عليها وطلق. راه معروفين معروفين، كل واحد عندي السميه ديالو عارفه شكون هو وشنو طلق، كلشي مسجل عندنا. يلا تحيه كبيره للمتتبعين ديال الغزلان، ورمضان كريم وسحور لذيذ، وكيف العاده لقطعت انت عاده ام حال المتتبعين ديالي الغزلان. ملتقانا عاود في شي اوديو جديد ديال الاستاذ العظيم ديالنا الاستاذ حليم اللي كيربي لنا هذا المهرج. يلا باي باي عليكم.